الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سأعطيكم وردا إن شاء الله من أوراد آية الكرسي، تتبعوا لمدة 40 يوم لإبطال الأسحار وفك الربط عليك إذا كان عندك اعتكاف أو الربط على الزواج، وتيسير الأمور وتقوية الروحانيات أو جلب الروحانيات، إزالة العكس والنحس، تقوية النورانيات، جلب الرزق، تيسير في العمل، البيع والشراء، الهيبة، المحبة بين الناس، وجلب المال والرزق، وتسهيل السفر. من يتبع هذا الورد يوميا يرى فيه الخيرات وراء صلاة العشاء، تقرأ وراء صلاة العشاء، تقرأه يوميا، ترى فيه ما لا يصدقه عقل يوميا إن شاء الله في الليل وراء صلاة العشاء. أي شيء تحتاجه موجود في هذا الورد إن شاء الله، الرزق والتغلب على العدو والشفاء وتيسير الأمور وجلب الخيرات وتحقيق الأمنيات المستعصية بإذن الله، وتسهيل السفر والزواج وإبطال الأسحار. أولا ستقرأ آية الكرسي 313، يعني هذا سيأخذ منك وقت. يجب أن تعرف وراء صلاة العشاء تكون مستعدا، هذا الورد سيأخذ منك وقت. تقرأ آية الكرسي 313. ثانيا تقول الله الحي العلي العظيم، الله الحي العلي العظيم 313. لما تقرأ آية الكرسي 313 تقول وراء هذه الأوراد التي سأقول لك: الله الحي، الله الحي القيوم العلي العظيم 313، وتصلي على النبي وراءها 313 بأي صيغة شئت. أسهل صيغة: اللهم صل على محمد وعلى آله، أو اللهم صل وسلم على محمد. أسهل صيغة تصلي على محمد عليه الصلاة والسلام 313، ووراءها تقول: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا سريع يا قريب يا مجيب. أعيد: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا سريع يا قريب يا مجيب. 313. هذا الورد تقوله كله، كله ستقوله في جلسة واحدة يوميا. هذا الورد صالح لفك الربط وإزالة العكس والنحس، تحقيق الأمنيات، امتلاك روحانيات. من أراد أن يصبح يعني عنده طاقة شفاء وهو لا يعرف كيف يفعلها، يقرأ هذا الورد. مثلا أراد أن يصبح راقيا، أو أراد أن يشفي الناس بإذن الله، أو أراد أن يعطي العلاج للناس، فليتبع هذا الورد. أو أردت أن تعالج أو تقوي روحانيتك، أو تسترجع الروحانيات المسروقة منك، أو تسترجع طاقتك، أو تحمي نفسك من السحرة، يعني السحرة التي يتسلطون عليك أو يسرقون طاقتك، تتخلص منهم بهذا الورد. تتبعه يوميا في الليل، ترى به نتائج عجيبة. يعني حاول أن تكمل 40 يوم. إذا أكملت 40 يوم هذا الورد ترى به نتائج عجيبة، و يعني أقصى حد ستبدأ ترى رؤيات عجيبة في حياتك وهو اليوم السابع أو اليوم الرابع. لما تكمل 4 أيام أو 4 أو 7 أيام ستبدأ تفتح لك البصيرة وترى أشياء عجيبة. هذا كل شيء، وأتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.